مساء أعلن السيد المحامي عاصم أنديل وفاة شقيقه الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي أنديل عن عمر يناهز 82 سنة. وأضاف أيضا أن الجنازة ستشيع من مسجد الرحمن الرحيم عقب صلاة الظهر اليوم. اشتهر طبعا الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي أنديل بتقديم البرامج السياسية الجريئة، وكان ليه طابع خاص جدا من بينها طبعا رئيس التحرير وقلم رصاص وغيرها. أستاذ حمدي أنديل تاريخ إعلامي كبير لن ينسى أبدا، رحمه الله وتغمده بكامل رحمته.